تسارع للتطورات العسكرية في الحديدة، وتقدم جديد لقوات الجيش الوطني في المدينة ومحيطها. هكذا بدا المشهد العسكري عقب تصريحات واشنطن حول ضرورة وقف إطلاق النار في اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات خلال مدة أقصاها 30 يوما. قوات الجيش وفي جديد تحركها أحكمت السيطرة على المدخل الشرقي للمدينة وعدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيا، فيما أكد مراسل قناة بلقيس أن القوات تقدمت باتجاه مدينة الصالح وأن المواجهات تدور خلف كلية الهندسة بالتزامن مع التقدم نحو دوار السفينة، وهو تقدم يفتح كافة الاحتمالات حول إمكانية توسيع خارطة السيطرة العسكرية في المدينة. وعلى الرغم من تصاعد وتيرة معارك الحديدة مجددا، إلا أن مستقبل العملية العسكرية لا يزال ضبابيا قياسا بتعليق المعارك خلال الفترة الماضية من قبل التحالف وعودة التخوفات الإنسانية من قبل المنظمات الدولية لتلعب دورا لافتا في وقف القتال آنذاك. السكان في الأحياء المحاذية لمناطق المواجهات بالمدينة بدأوا بالنزوح من منازلهم بحسب المصادر المحلية، فيما بدأ الحوثيون بحفر الخنادق في المديريات المجاورة، وإليها يستقدمون التعزيزات العسكرية من المنافذ التي بقيت مفتوحة لهم. تمثل أزمة الحديدة والحرب في اليمن بأبعادها المحلية والإقليمية واحدة من أكثر أزمات المنطقة تعقيداً وابتعاداً عن الحل، وهي أزمة نتج عنها المزيد من الفوضى والعنف في دولة تعيش حالة كبيرة من الانهيار ويقاسي سكانها كل أنواع المعاناة الإنسانية.